هذا سائل يقول في كتاب الروض المربع ذكر عن الإمام ابن عقيل رحمه الله في كتاب الفنون مسألة التفضيل بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة وبين العرش، وأن الحجرة أفضل لأن فيها جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذا لا يجوز، هذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن كان ذكره ابن عقيل هذا غلط وخطأ، والمسلم ليس معصوما من الخطأ. نعم لكن لا يقلد ولا يتبع في ذلك. نعم.